مرحبا بكم، الناس الكل تحية ليكم في موعد جديد كالعادة كل ليلة. كما عودناكم توا تقريبا الجمعة هذه الكل، كل مرة يكون بحضنا ضيف جديد. اليوم في على انستغرام تاعنا كيف نظرا للحجر الصحي والظروف الصحية اللي تمر بها البلاد. كالعادة كل يوم بحضنا ضيف. اليوم اخترنا كالعادة أسماء من وزن الثقيل، كبعد اسكندر العبيدي، محمد علي بنظار، مهدي الرصاصي. اليوم لاعب دولي تونسي، نحكيو معاه ياسين مرياح، تقريبا من افضل اللاعبين في المنتخب الوطني التونسي في العام الاخر. اللاعب نادي قاسم باشا التركي ياسين مرياح قدم مقابلات كبيره في الفتره الاخيره مع المنتخب الوطني التونسي، وقدم كذلك قاعد يمر بفتره باهيه، قاعد فك مكانه كاساسي وقدم مردود كبير مع المنتخب. بعد شويه اكيد نستناو يتلموا اكثر العباد تتفرج فينا، وباش يدخل ياسين كالعاده بعد دقيقتين ثلاثه يلتحق بينا ان شاء الله. هذا اللي اتفقنا عليه احنا وياسين مرياح. اكيد عدد الاسماء باش تكون موجوده معنا في الايام القادمه. غدوه باش يكون معنا ايضا محمد علي منصر، اللاعب السابق للسي اس اس لسبيرونس، لاعب محرق البحريني حاليا ايضا. بعد غدوه نهار الثلاثاء باش يكون موجود معنا معز بولحيا الاعلامي في بي ان سبور، اكيد باش يكون ضيفنا ان شاء الله بعد غدوه. وعدد الاسماء تكتشفوها تباعا ان شاء الله معنا في الانستغرام. كيف تنجموا تعملوا ابوني الكونت انستغرام تاعنا باش تلقاوا جديد الكل. كيف الحوارات الكل تلقاها موجوده عشان يوتيوب نتاعنا سلام المد، تلقاو اللي موجوده على الكونت انستغرام. كيف تنجموا تدخلوا بالريشيرش تعملوا سلام المد، تعملوا ابوني للشين، تلقاو اذا انترفيو الكل عملناهم، تلقاو حوار اسكندر العبيدي، كيف تلقاو حوار مهدي الفصايصي اللي هبط تقريبا الجزء الاول منه، هبط على السبعه ثم الثمانيه هبط الجزء الثاني في انتظار التحاق ياسين مرياح. بعد شويه اكيد نحكيو معاه على تجربته في تركيا الموسم هذا، كيف تجربته في الشامبيونز ليغ الاوروبيه ومواجهته النجوم العالميه كيما ليفاندوفسكي وهاري كين. فراس النويل يقول لي الخنيسي حكينا معاه بانه حاشم شويه ياسين، لكن ان شاء الله نحاولوا نقنعوه في الايام الجايه يكون بحضنا ياسين الخنيسي، مهاجم لاسبيرونس ومهاجم المنتخب الوطني التونسي. دونك اكيد في اللحظات هذه وبعد شويه باش يلتحق بينا ياسين مريح، نستناو الدخول نتاعو. اكيد كما نعرفوا الناس الكل ما فماش بطوله حاليا لا في تركيا لا في تونس لا في العالم الكل، متوقف بسبب الظروف الصحيه اللي تمر بها البلاد. قاعدين في الدار نحاولوا هكا نعملوا شويه انيماسيون ونجيب لكم شويه جوانات، نحاولوا نعديو بهم الوقت خاطر الوقت طويل. اكيد سالم الزيدي تحيه لي يقول لي وقتاش مراد الربيعي؟ ايه هذاك المعلم مراد الربيعي، هو الكل في الكل. نخمو في كلنا زاد. يا التحق بينا ياسين. خويا تحياتي يا خويا. شنو الامور؟ طيب لحظة. الحمد لله. اوبا تشوف فيها مليحة؟ فما ديكالاج في الصوت ابارامون. اي بيه مريقل انتو كان اسمع فيك مليح. وينك شنو الامور؟ راكش في الدار ورا ولا كيفاش؟ والله في الدار خويا، نهارين هذوما حتى نحنا ما يخش حد الويكاند هذا، شادين الدار الكل. ما تخش تترينا؟ لا نهارين هذوما برك، اما نورمال نترناو وعادي نعيشو عادي، فهمت؟ ما عندناش مازلنا ما عندناش كل شيء مسكر وكل فازات. اسمع مين البارح شد مهدي الرصايصي، اليوم بيشدك انت فعلا. شكون هذا؟ نينو حدادي. هاي يعني كنت قابلته نهار تالي انا وياه، ديما تاني وانا وياه بطبيعة. كتب لك هاوجام رياح البارح عمال تريح مع مهدي الرصايصي، اصحابه وياه ما بتعرف متربيين بعضهم في هاليوم. مهدي يتفرج فينا انت عدو لاعبين في حاملين مع بعضهم في الكلوب مع بعضهم. اي احكي لي ياسين كيفاش تعدي النهار في الظل طويل النهار ولا؟ والله سافا شو هوني نقوم صباح كالعادة العشرة ونص لحداش، نعمل فطور صباح على روحي كالعادة، نطيب قهوتي وحدك في الدار.
بريمو تعلمت برشا حاجات انا من الوضعيه هذيا نتاع الكورونا والله. وليت طيب ما كنتش قاسي معناها وعجني ايه كنت ما حد يرسمي لي قهوه الصباح ولا فطور الصباح نعمل اومليت وحدي. تو وليت اللغه فيها جلبانه ومقرونه وروز والله. تو صيت شيف ياسين نلبس تكلم هكاك الوالدك وطفلك ولا كيفاش لا لا والمدام بس ليه ليه الوالده الوالده نلبس هكاك ايه التابية ربي تاع يفضل كوجينا خويا نحل الكام مع الوالدة وتبدأ تعطي الوصفات وانا نعمل بالضبط ونحط شو عملت لنا اليوم؟ قبيلة والله. كليت روز ابيض وشوية سكالوب إذا ساهل وساوس هذايا بيون. سبعة سبعة نحضر في السايب رمضان قاعد نخلي في السايب رمضان. اي وقتاش خويا تكمل نص دينك خويا خلي يف عليك التعب هذا ان شاء الله العام الجاي انا والله كنت باش نعرس السنه ان شاء الله نقرر باش نعرس السنه. سبحان الله في اخر لحظه كي قلت لي خلي العام الجاي خلينا نزيد نحضر روحي بشوي بشوي ما نحبش كل شيء بالزرب يا اخي. شوف سبحان الله اجت كورونا ولا واحد راه وما تقرر باش يعرس كذا هاي ما خيابها هاي برشا ناس ديجا كيكة ديجا أجل فاكر ولا والله هاي فما اجلوا حتى كلهم تكون مشيت عارس هو ومرته وكا ولا فما عباد حضرت لحد شيء مش عارف هذا عاد. والله بالحق هاو ما كنت نتصور كان برشا وعادي أجل وخير معنا نايم فيك نوك اوت هو ما اما تخش يا خلاص. سينا لا نخرج 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 لوين نخرج معناتها انا قلت قوم الصباح نعمل فطوري كالعادة شوية عظم قهوة كذا نمشي نترين على روحي في السونتر نتاعنا. بون مش بعيد هو دي مينوت بالكهرباء علينا فهمني. تيرانات محلولة عندنا خاطر نحن سونتر وسونتر نونتيرمون كل محلول وسالم دي مسكولاسيون وديجا انت عندي ياك بيتي معناتها علمت في الاوتيل نتاعي في الكومبلكس نتاعي. دونك تترين نورمال وتفطر غادي تنجم تفطر غادي عادي جدا بعد تعاود ترجع للدار فهمت. عنيش حاجة سبيسيال كل شيء مسكر قهاوي ريستورونات جوامع مسكرة جوست عندنا اللي مجازان جنرال هما اللي يخدموا كهو ما فهمت. فهمتك هيك اهو انت هيك بدك تتعلم وجلبانه واخر شوي انا حياتي كلها عطيتها عازب وحدي ما تعلمت شيء بخلاف عجه ايه الحق انا عشت في المتلوي انا وبلال السويسي يذكروا بالخير. بلال ديما ما بيتفرج على تعلمنيش مو بلال اي بلال الحق يا ساعات هو طيب يا كيما قلنا احنا كمانديننا حاجه نكلو مع بعض نجالو التحيه كان فاشين اخويا هذاك في بيتفرج سياق في سياق زاد كيف كيف نفطر الناس كل مع بعضنا انا وعليه حمزه سليم المحش بيقبل معرفتك يا ولاد تونس ديما نفطر مع بعضنا نتلموا نفطر مع بعض عجة ولا حاجة فاوحة والله. اسمع في سياق بلبزنا لا في سياق بلبزنا عندنا ريستورون اسمه زغدين مولاي اسمه زغدين هذا طيب اي حاجه مش نورمال فريمون. هما شخصيه الحق عندهم ماكله توب عنده حاجه مش عاديه ديما نقول ما عادش باش نمشي ونلقى سقايه والمفتاح تاع الكهرباء هزوني خويا للريستورون هذاك ياكل كل شيء شيء شنو هما هي الطاقه السبيسياليتي؟ كل شيء اش تحب هرقمه حوت عجه كفتاجي ولا نورمالمون ما تاكلهمش انا ما نصح حتى الجويه هذيك كل خاصك ماكلة ماشي نتاع دي نورمال سبورتيف هي عجة وكفتاجي وهذاك جامي كانت نتاع دي سبورتيف. اما خويا اوكي ناكلو نمشيو نحرقو في لونتيرمون من بعد ديريكت فهمت. اي تو كيفاش باش تقعد في تركيا ولا فما برنامج ترجع لتونس البريود هذه ولا كيفاش؟ لا والله لا توا حتى في بالي لو كانس فما فول تونسيه باش تبعث فول للتوانسه اللي معناتها لازمهم يروحوا بليغاتوار معناتها لتونس فهمت. خاطر هوني بالمناسبة ذايا ما دامنا اون ديريكت خاطر هوني راهو فريمون وضعية كارثية راهو في تركيا برشا توانسة راهم يعيشوا لبرا يباتوا في الشارع وضعية كارثية وقفت بيهم ما عادش عندهم لا فلوس ما عادش عندهم حتى وين يسكنوا الوتلة اللي كانوا يسكنوا فيهم خرجوهم خاطر ما عادش نجموا يخلصوا فهمتك سيرتو برشا وراكو توانسة صعب في تركيا هما سوا يحوسوا ولا فما يجيبوا سلعة ولا أحد نتصور لا يوحلوا غادي المقيمين بلوز او موان سافا على خاطر ديما أي يقعدوا خير تحت محويش. اما مسك لو فما ناس لابس عليهم في تونس ما فهمت لابس قابلت عليهم شكون قابلت منهم شكون يا سينو اي لابس عليهم ما نعرفش نحكي لك خاطر قابلت شكون وحكيت مع شكون عبيت لابس عليهم في تونس وعايشين ومحترمين ماديا وكل شيء فهمت. وحلو هوني ما عادش ينجموا عندهم كذا جماعات ولا قداش هوني دونك ما عادش ينجموا منين يجيبوا فلوس وما عندناش كم شبع فلوس من تونس لتركيا فهمت. ما عندناش احنا
دونك عبيد وحلت، وفما تونسي يرحم والديه هوني عنده تيل يسكن في التوانسة كل بلاش. فريمون يعطيه الصحة، يعطي يعطيه الرحمة الصحة والديك. وربي يجازيه كل خير والله. دونك مش نروح فيها، انت مش تقعد غادي، مش نروح. لا حكيت مع المسؤولين قبل انا وسامة، حبينا نروح، وما تعرف عندي يمكن 4 موا ولا 5 موا ما شفتش فامي نتاعي، رمضان جاي زيد. متوحش امي. بون رمضان مستانسين نحن بعد على العائلة، اما كمية من متوحش امي برشا معناتها، وبابا عندي برشا ما شفتهمش. يبان باش نروح وانا وسامة يا اخي، المسؤولين قالوا لنا هوني دون 15 جور ونرجعو تاني. دونك تخاف لما تحسنش الوضعية تصير في اوفيسيال تونس معناها ولا في جمعتين تونس. ويرجعوا. هاي قالوا اوفيسيال نورمالمون، توا قالوا اوفيسيال دون 15 جور 20 جور ماكسيموم باش نبدا نرجعو تاني. معناها الشامبيونان صار على طيب ترجع معناها انتم، ولا مازال فما شيء؟ طول المومون مازال ما فما شيء، هما حتى كي عملوا رينيو قالوا ديبي نتاع اخر ماي كي نبداو نورمالمون نرجعو، هذو مش حاطين هما مات والله اعلم. فهمت، خاطر الحالات هوني ربي يسهل. قاعده تطلع برشا، فهمت، مش كيما تونس مثلا بالشوي بالشوي. هوني بدات قد 5000، وصلوا غادي؟ هو يمكن 45000 مات، بدات 5000 10000 20000 25 30 حالات تطلع. ليش؟ على خاطر هوني لعبت تحوس، فهمت، كيما قلت مع البريزيدون ما عطاش الامر الناس كل تشد الدار فهمتك. وكذا كيما نهارين هذوما، عادي جدا يحوسوا ويخدموا. قديش ماتوا يا سي؟ بون الحق ما ماتوش برشا هوني، سلام، من 45000 ماتوا يمكن 46 47 واحد، معدل ربي يرحمه ان شاء الله. 0.00. اي يا ربي يرحمه ان شاء الله. تمشي بحضر أسامة ولا بيجي بحذاك هو، ولا جست في لوت تريننج مع بعضكم هكا؟ يا اخويا ابعد عليا، اخويا حدادي كورونا تخوف. ليه ليه تناكمل نحن في جو بعض ناكمل. فهمتك. نمشيو صدقني السونتر دونتيلمون، نمشيو مع ثلاثة نروحو نخرجو منه 7:30 على العشاء 8، يعني في الصالة ونجري ونعمل مسكولاسيون وابدو كل شيء ونخرجو للتيرا شفت نتريني استوريات حاسين نموتيفيو في بعضنا. فهمت، خير من اللي واحد بارك تحب. نحن الحاجة يمكن اللي تفرق على جوات في تونس ساكن هما وكذا، كونو التيرانات مش محلولة في تونس، ما عنده ما يعمل. فهمت، كان جوان ما عندوش تابي في الدار باش يجري، مسكين تسيلو يا يخرج شوف يخليه واشوف ليه، يا ما يخرجش يشد الدار. نحن اموا هوني الشيء محلول، فهمت، حتى تيران ساندي سكوي مسكرين. ساندي سكوي صحيح، نحن لا سونتر محلول وتيرانات محلولة نحن نتاعنا، وعندنا كور وساعات نكلموا صاحبنا جارديان يجي معانا يخدموا انا فهمتك. وسامة برشا. فهمت، عجبتك العيشة في اسطنبول ولا اليونان خير؟ انتم اسطنبول اللي كيف حسن باشا؟ في اسطنبول. بون زوز مختلفين، راه اليونان بلو كالم، اليونان بلو كالم على الاخر، كالم ومونتاليتي اوروب مكتعرف. ودين تركيا مونتاليتي اشتغل بشتغل اشتغل الاوروبيين اشتغل تريسك تونس وعرب وكيما كذا. مي تركيا خير، علاش؟ تركيا فيها جوامع، وموا واحد يصلي في الجوامع، اليونان فيها جوامع خويا جمع واحد هو جوامع، جوامع يدوخوا اللي فيها، مش جوامع برك. فريمون، جوامع 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 باهيين فريمون ما شاء الله، معناتها كل يوم كنت 300 400 متر تلقى جامع، حاجة اوبليغاتوار. الماكلة حلال ما تخممش، معناتها اللحم ولا صحيح. في اليونان ناكل كان حوت، اللحم هاي وقت دجاج وتنساه. دونك هوني تاكل كل شيء الحمد لله، ماكلة حلال وكذا، وميتم بيه يوني متاع العيشة الكومبليكس كيما قلت لك، 10 مينوت على الدار. كل شيء موفر، عيش ترونكيل، عيش كالم كده هوني مش خايبة. دونك ما عليك كان تركز على خدمتك وتركز باش تعطي روندمون في التيران وكاو. تحب تفرهد وين تمشي غادي؟ حلوة برشا. مشيت عام ناول فواياج دو نوس، مشيت انا ياسر مزيان اخويا. انا اخويا صدقني وقت جيت انا اخر جار اخر نهار في جار جيت ايه من جار لتوا ما خرجت حتى مرة جملة والله. قلت البارح الحداد يكلمني بعد العشاء، تخيل انت لصيت العشاء هوني وراه بتسعة ونص، كلمني الحديدي العشاء ونص شي يقول لي اه يا اخويا نحب نحوس بيك، يزني الحديدي للبوسفور العشاء ونص. تخيل انت ال11 تاع الليل انا والحديدي حاطين قهوة قاعدين على البحر على البوسفور
نشربوا في قهوه ونشوفوا فك القنطره ونشوفوا في فما برشا فازيات غادي في البوسفور، معناتها حاجات باهيه مزيانه. وقتها انا على تركيا قلت والله حلوه البلاد، مش خايف ما شفتهاش برشا، انا محلوه البلاد. ليه مزيان. وتوا فامي نتاعي قبل جاو معناتها وتفرهدوا شيخ وكذا ومزيان على الاخر، فهمت؟ اما تحايدوا علي يا خويا غادي تو ذبحوني ذبحه مزمره في ريستوران في ليزول دو برانس. مشيت باش ها نتعشى مع المدام، جيت نهبط في الماكله قلت يعني عادي قلت باش تطلع بلي سوما، فقعد قد ها احسب لي قد احسب لي عشام على دو بيرسون من غير لا شرب لا حتى شيء، ما شربش 700 ها دينار يا معلم. قديش فلوس تركيا تتذكر؟ ما نعرفش، ما فلوس تونس 700 دينار حسبتها. فوا دو، هي فوا دو تونس فوا دو، معناتها حسب لكم كنا احنا 1400 ليرة، فهمت؟ حاسين غالي يذبحوني، روحت امبوسيبل. نبكي نهارتها. اي غالي غالي امبوسيبل. وامو العيشة رخيصة على هوا، اي لا مش غير كيما العيشة تونس رخيصة شنو؟ بريسكي. اكوز كونديسيون العيشة رخيصة شنو؟ كي تخلص باللورو، كي تجي عندك معناتها عملة باللورو، انت قولوا نحن فهمت. ازاي باش تعمل باكون، باش تعمل عندك العملة باللورو، كي تصرفها تولي فوا سيتي دمي سلام، معناتها تشليخ، فهمتك فهمت؟ ان اورو صحيح. 7 ليرة فاصل 5 ليه رخيصة بارابول لأوروبا تسمى رخيصة على الأخر. فيها كل شيء الحق. يا هي مزيانة اسطنبول، ده ده شوية مع عجبتني مزيان الجمال وديما حية. والبوسفور. كان مثلا كان مشيت شارع الاستقلال، سكنت غادي أنا، كان شفت تعرف البلاصة للصباح العباد تمشي وتجي. فما برشا يعني، انا ما مشيت باش نعمل الكارت سيجور نتاعي هوني في تركيا. مشيت للتقسيم ولا شنو هي بلاصه اسمها التقسيم، اي غادي اي غادي اي انا وحدي مشيت وقتها هذاك لا الشارع بون الكبير الاستقلال اسمه هكا. موزان ونضيع، موزان ونضيع، ما عرفش نعرف روحي وين كبير موزان، اي فيه برشا برشا عباد عمو. برك 25 مليون في اسطنبول برك. هيك باهي، خلينا نحكيو شويه كوره سيدي. بون في الراديو ما فات تحكينا على مسيرتك من ريال لاولمبياكوس، اليوم حبيت نحكي نركز على السيزون هذه. كيفاش تقيم السيزون بتاعك؟ سنين في النص الاول في اولمبياكوس والنص الثاني في تركيا. بون تاع شنيا سيزون كيفاش نقولوها، هي فيها برشا فازات سنيا، فيها برشا حاجات مهمين. سيزون بدات عندي انا بالكوب دافريك تاع ليكيب ناسيونال، انا وقت بديت نحضر السيزون تاعي مع دوبي سيزون بدا بالكوب دافريك تاع ليكيب ناسيونال. نتصور بدينا عملنا دوبي تاع الكوب دافريك كروندمون مش حاجه، فهمت؟ ما قنعناش الحق وحتى نحن مش مقتنعين بيه. من سيرتو بعد عودتونا البار عالية برشا رونتمون ونتائج انتوم. تعرف انا ساعات لاميكالي غلط، انا ساعات لاميكالي غلط وبرشا عباد ماتش كروات سيرتو. حتى كحكاو شفت انا محللين حكاو في التلفزه وكذا، حتى كيحكيو يقولوا ماشيين الكوب دافريك خايفين من الديفونس، ليه؟ عندنا ثقه في الاتاك، فهمت؟ معناتها الديفونس هو اللي يخوف والاتاك هو اللي يهني. يا اخي في سبحان الله في الكومبيتيسيون الاخر عباره تقلبت، ولا الديفونس هو اللي قاعد يهني ولا اتاك هو اللي ما لقيناش الحل، صحيح فهمت؟ صحيح. دونك لاميكال ديما يغلط تحب ولا تك، ونحنا كيما قلنا احنا مش فعني مش كيفاش نقولها، ما تلبيناش، ديما نعملوا حاجات في لاميكال بيه، وديما الاعلام يقول لا عندنا جماعه هوب جيب لك سي سبحان الله تبدلوا 90 درجه. ماتش دونك كروات اللي غلطنا شفتونا. اي لوبسيال ديما هو اللي بيه الفايده الحق، فهمت؟ دونك كيما قلت لك عملنا الديبيو نتاع كوب دافليك مش لك الكل الحق نتاع ربي في ما قنعناش في لوندمون، حتى نحن مانيش راضيين على الواح. من بعد الحمد لله بتي تبتي بديت تتصلح، بديت كيما قلنا احنا العجله قاعده تدور. عملنا ماتش غانا باهي مستوى محترم على الاخر، ماتش مدغشقر مستوى محترم برشا، ماتش السنغال شفتوا كنا نجم نفوه مالوريزمون ما ربحناهوش، مي محترم على الاخر. بالنسبه لي انا اتصور عملت كوب دافريك محترمه في اعتقادي انا، ما عملت كوب دافريك محترمه بون مش لك الكل حاجه كلاس، مي نتصور عملت كوب دافريك محترمه. ديريكت عديت اولمبياكوس لعبنا لي بول نتاع الشامبيونز ليغ بالنسبه شفت بتمشي شفت اولمبياكوس ياسين خلق الفوفاي في المنتخب بغالي. الجينيراسيون هذه ممتازه برشا بغالي، من احسن الجينيراسيون تاع الدير، لازمنا كوب دافريك بصراحه. والله شو انا نقول لك حاجه، انا ديما نسمع اراء الشعب التونسي والمحللين معناتها لي زونسيان جوار والاعلاميين كيفكم انتوما وكذا،
والله عندكم الحق، شفت نحن اكثر عباد نحب ننزل تيتر، الجينيراسيون هذيا اللي شفتها اكثر عباد تحب تنزل تيتر. علاش؟ خاطر حرام اليوم مثلا، انت اليوم كي تغزل الوسط كي تقول بن عمر، فرجاني ساسي، غيلان الشعلان، الياس سخيري، اوكي باش يطلعوا الجينيراسيون خير، محمد علي بن رمضان، الجينيراسيون تاع باش تطلع جوالات باهيه وفي نفس المستوى وخير، اما الجينيراسيون هذيا صعيب باش تتلم الاخرى نفس صحيح الكواليتي هكا. صحيح قدام وهبي، باللي بوست يوسف الكل علي فما زوج من طاهر، ثلاثة صحيح ممتين. يوسف الخنيسي، الشوار نعش، ديلان، سيام، وجدي، علي، حدادي، كل اللي محمد بوست الكل حتى البسيسي، التالي في اللاكس صحيح ليزارير جينيراسيون الحق كرويا، كرويا اس شيخ امي، كورة خاطر اونتر بارونتيز نحن تحب ولا تكره مانيش اس امي ولا واحد عمل كارير كبيرة ابار عبد النور، تحب ولا تكره عمل صحيح وصل للتريو نيفو، ما فهمت ابار سا مانيش، اوكي عنده جوات محترمين تلعب في نيفو محترم مع الاخر، اما ككورة وكنحن نعرفوا بعضنا وكشعب يعرفنا فريمون، فما برشا كورة في الجينيراسيون هذايا. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله كنت افريق الجاي ما لازمناش نحكي ولازمنا نفعل، فهمت زي ما حكينا، صحيح ان شاء الله نحن توا حلينا العقدة نتاعك لانكار وروح، هذايا لانكار وروح جينا للديمي فينال، ان شاء الله باذن الله، باذن الله عم جي الكوب دافريك الجاي ان شاء الله باذن الله حتى يا رب السنغال يمشي. الكل تحكي على السنغال واسامي وماني وما شنو، ما لعبنا خير ليه منها، ليه مش شوف ما هو بامبي كان كورة في مشتربين معنا التيران، بينالتي اللي نستحقوها معناها برجوليه، ربي شوف يهديه البامبي كورة في التيران على 90 دقيقة، على 90 دقيقة كي ماتش كوبا، فهمت دونك راهي فما برشا جزئيات تتبدل، ما عادش الاسامي تولي القلوب تلعب ساقين الجرينتا، معلش انا حب المريول، تخيل العباد اللي وراك وبنات تفرج امك وابوك، حتى جيرس غفص زاده غفص، هم ملاعبين كانت تستحق تكون موجوده زاده. خويا كوتي شوا تكنيك، انا خويا ما رايي نعرفش، انا ما يصيرش. اما خويا صحيح كما قلت انت رايك، بوتيت فما كان جوالات تنجم تكون موجوده تنجم تعاون، سا سي سيور، سا سي سيور، فهمت كاو كاو، ما لازمناش نقعدوا نحكيو برشا على إن شاء الله الماضي، إن شاء الله الجاي يا أخويا. ان شاء الله جينيراسيون صحيت هذيا، ان شاء الله يا ربي نعملوا حاجه بيه في كوب دافريك الجاي، نحاولوا نزوها ان شاء الله، نمشيو علاش ليه نمشيو للكوب دو موند جاي ان شاء الله، بيه تدخل جينيراسيون تلعب ضد كوب دو موند وحاجه بيه يا رب إن شاء الله. باذن الله. بيه كمل قلت لي وصلنا لأمبيا كورس. فهمت يا عاد، قلت خرجنا من الكوب دافريك، على فكره وقت خرجنا من الكوب دافريك راهو الناس كل خذات راحه، جوالات صوتهم لي فانتروا اللي لعبوا الكل خذاو راحه، مينيموم مينيموم دي جور مينيموم، انا ما خذيتش راحه، انا قعدت 3 جور، وديجا وقت اللي نلعب في الكوت نيجيريا صحابي في اولمبيكوس لعبوا اول تور نتاع كاليفيكاسيون معناتها صحيح لالي عام السلسل. صحيح دونك كلمني لونتونور ديكتور كنيت بريزيدون، لازمك تروح ما عندناش اكسيال، اون بليس اكسيال تغاب لك انا، لازمك تروح ما دام كومبيتيتيف في تور، روحت لأولمبياكوس شكون قعدنا الاكسيون ديجا، فما انت فاكرهم با وسيميدو الزوز هذوما لا با لا مازال، لا لا با مازال وقتها ما كيما نقول على جي جديد مازال مش يغزل له برشا لونتونور، فهمت اما عندنا سيميدو الاكسيال، مهم برشا ياسين اي باهي باهي باهي، اي انا اكسيال باهي وقتها الاكسيالات اللي فما انا وسيميدو واكسيال يلعب في السنغال وقتها مشي فينال هو، فهمت بون على البنك ما نعرفش كي نسنال نزغير مشي فينال سي سي، وواحد اسمه افرام عمره في ال 34 هكاك، لعب لي افرام وسيميد وتذهب افرام، دونك عيطوا لي لعبت وقت الماتش ريتور ربحنا، ومن بعد لعبنا لي ريتور اخر في دار الجمعه ونص ربحنا مره اخرى، ومن بعد لعبنا لي ريتور اخر في دار الجمعه ونص ربحنا مره اخرى، لعبنا حاسيلو سي ماتش، انا لعبت منهم 5 ماتش، خاطر الماتش الاخير الاولاني انا في الكوب دافريك رجعنا كواليفيكاسيون للشامبيونز ليغ، وبدينا نلعب الشامبيونات، عملت يمكن 5 ولا 6 ماتش على بعضهم، مشيت ايكيب ناسيونال مرة أخرى مع سيمون ذا وقتها، لعبنا نصور كو ديفوار نتذكر ولا كذا، بعد رجعت للأولمبياكوس لعبت 2 ماتش، وبعد سبحان الله أخويا لعبت 2 ماتش لا على الأخر باهيين، مازلت شاد الفورمة أنا لانيا شاد الفورمة تصاعدي من الكوب دافريك، وين نعمل في شاك ماتش نعمل في ماتش خير من الأخر، حتى مات البريزون تاع اولمبياكوس اونتونيو وحدهم جاو يحكيو معايا قالوا لي فرحانين بيك كمل هكا نحبوك هكايا، حاس انك تبدلت على عمي والوليد اكثر رزانه كذا كذا صحيتك، وانا شاك ماتش قاعد نخدم اكثر وان
شاك ماتش نعمله بالكدا، ناخذ منه الحاجات الباهيه ونحاول نصلح الخايب ونخدم زي بعد تدنكو. سبحان الله، ما كما قلت لك عملت يمكن 10 ماتشات ولا 11 على بعضهم بعد الكاليفيكاسيون تاع الشامبيونز ليغ. بعد نلعبوا الديربي، نلعبوا توتنهام اول ماتش في الشامبيونز ليغ. توتنهام عملت ماتش، مش انا نحس في روحي، مش انا، ممكن المتفرج يقول لك سافا يا اخو 7 على 10 8 7 ونص، اما نحس في روحي مش انا، ما عملتش شكل ماتش اللي كيما نحبه انا، اللي داخله انا ونسمع في الغنية نتاع الشامبيونز ليغ فريمون معناتها لحمي قشعر، تنسى الناس الكل، تنسى العالم، بورتون انا استاد معبي وجمهور كذا، جوست تسمع الغنية فريمون تنسى العالم، كومبيتيسيون غير عادية، فهمت؟ داخل باش نعمل ماتش كبير وكذا، يمكن حطيت بريسيون يمكن على روحي بزيد ولا كذا، عملت ماتش عادي، وان بليس عملت فيه البيلانتي كونتر هاري كين. في الماتش نهار الاربعاء عملنا دو كونتر توتنهام، نلعبوا على حد ديربي على الاكستيريور، نعمل ماتش باهي توب ديربي، نعمل ماتش توب توب على الاخر، 9 على 10 يمكن معين توب على نجي في اخر الماتش في 90 ونعمل بيلانتي نفس اللي عملتها مع هاري كين. لا تاتون يعمل بيا نفس الجي اللي عملها هاري كين، نحسب روحي يشوت وكسر دوبلي. لا تاتون دقيقه 90 نحن رابحين 1-0 في السيمات، يحسب روحي يشوت وانا مديت ساقي باش نحي الكره، وعملت كسر بيا دوبلي باش يتاح مع ساقي الاخر، نفس الاكسيون. ما لازم كملت وقتها، كملنا الماتش عملنا 1-1. ثاني من غدوة لونتوني حكى معايا قال لي شو كي شوت لاتاكون، معناتها هو بيه لونتوني كان معايا بيه على الاخر، قال لي كي شوت لاتاكون ما عادش طيش روحك لو ماكسيموم، فهمت؟ اعطي شانس للجول نتاعك، ينجم ينحي، ينجم يكسر كيما لاتاكونات هذوما ما يشوتش، يكون هو يحب يكسر ويشوت بساقه الاخرى. اوكي، رجعت نلعب بشوي بشوي، نلعبوا ماتش الشامبيونز ليغ كونتر جمعيه وين؟ احنا كنت توتنهام والبايرن، الاخرى في صربيا، يظل في صربيا، في صربيا ريد ستار، في صربيا. على فكرة ثلاث ماتشات الكل راهو نعمل ماتش باهي على الاخر، كنت ريد ستار نعمل ماتش باهي على الاخر، نجي في الدقيقة 70 هكاك ولا 75 تشوف العكس، واتاكون سانت الكورة سونتاج قوي، نجي نرجعها نظر باش نديجاجيها، تظهر في الاتاكون وتجي قدامه يعمل لك الحط. عكس تحصل. لا مازال عكس. هي اكثر واحدة كنت تتنهار. اي 1-1 سي با غراف. زلنا في الكورس نحن نلعبوا باقي حم. كونت اتاك فك هنا نعمل كونت اتاك كملت لاكسيون. يعمل لك عندنا واحد اسمه بودينس القصير بتاع البرتغال ما يعبي برشا يتريبل ويعطيه لي في السيمات اللي تري وحدي، انا الحق ما صدقتش، انا وحدي فريمون ما صدقتش، من عشق وضعي عليك ما تذكر، حطيت نسخه هاي ماكيت فريمون عاودها 5000 مره ماكيت، جبتها لبرا يعملوا كونتر ماكينا 2-1 في ليه، انا شديت راسي حتى انا كيف مش عاملين لك بالله. لا الحق ما يكلمونيش، لا والله ما يكلموني، لا قلتكش عاملين لك ساحرين لك، حاط عاملين لك عمل كما يقول المصري. لا كل شيء بكتبة ربي، انا نمت كتبة إيه ربي، كل شيء ربي ما تحكيت، فهمت؟ عكس الوضعية اللي انا عشتها مثلا، هذوما راهم 4 ماتشات على بعضهم راهم فسرتهم، معناتها في 4 ماتشات 3 غلطات شفتهم كيفاش. كنت في الكاليفيكاسيون عملت ماتشات كبار صحيح، جو الماتشات اللي عليهم العينين وما كنتش في فورمه معناها. فكون لعبت البايرن في الالي عملت ماتش بيه في بلادنا، وبايرن غادي في الوتور عملت ماتش بلان في بلادنا. انا كي قلت بلان بون خسرنا 2-0 اوكي، عملنا بلان سون فوت سون فوت، خاصه مع اقوى تاكون في العالم فريمون، اقوى اتاكون في العالم راتو عين ليفاندوفسكي يدور اقوى تاكون، اقوى اتاكون في العالم. انت لعبت ثلاثه من احسن ما فما لوكاكو هاري كين وليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي اقوى اتاكون انا الله في حياتي. علاش وين يفرق على بقيه على الاخرين؟ ساعة خويا انسان يشم ياسر البلايص اللي لازم يمايكي فيها، وبويسون كاسح، بويسون راه بويسون ما نحكي لكش،
ويعرف وين يتحرك، يعرف. شفتوا في الماتش نحن ساعات تلقى لاتاكون تاعنا باش يهبل منا يمين يسار كذا كذا، ليه؟ هو دم بارد، اعصاب بارده، يعرف وين يتحرك، فرغ لاصحابه في الاسباس. والله يا اسلام انا مركز معاه، خاطر لاتاكون معناتها جيب انت كونكورون معاه. ديريكت يدي. فريمون 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 اتاكون مش عادي، اتاكون كبير ياسر، فاهمني؟ ويعرف وين يقف، يعرف يمركز على كيف ما كيزوز ليفاندوفسكي، كما ما كانش تلف كما صحيح. كان ممكن تشوف، ولا من لا شيء، من لا شيء يكون فيها البلاصه هذيك، من لا شيء يكون فيها مكان. دونك احكي كانك كياسين عملت ماتش كبير في الاليانز ارينا، عملت ان بون ماتش، كنت تحب ولا تكره النجوم وقت اللي زاتا كون يلعبوا جنابري ليفاندوفسكي كومان حكينا سيرج بديكو دي كومان بوليس ماسكولين. ياسين، كي دخلت الاستاد تسددت كيما ذوكم تاع توتنهام تاع البايرن، ولكن مع نجوم كبار كيما ذوكم فماش حاجات سووا لك معاهم، احكينا حاجات كيما نوعها هيك. حلم الحق، تحب ولا تكره، حلم اي جوير. بون مش اي جوير في العالم، حتى جوير في العالم دي جايبه شامبيون، اما نقول له تونسي، حلم اي جوير تونسي يلعب على الشامبيونز ليغ. صحيح. انا حلمي قبل ديما يتعدى واحد كان سويب على اللعب في النيفو هذاك، انت وحاتم تقابل سويب من عبد النور، فهني ما المفروض ما نح اكثرش. نح نحكيه انا ديما، ونقول انا قبل ديما نقعد مع بابا نتمنى نلعب في رادس. هاكا بابا يا أنا عايش معناتها ربي يعطيه طول العمر، نبدا نحكي معاه نقول وين نكاو في ارينا، نقول زعما يجي نهار يا بابا نلعب في رادس، زعما ربي حقق لي حلمي نلعب في رادس. وقت نتفرج في الاسبيرونس، نتفرج في الكلوب تكور، نتفرج في الكو معناتها في الكوب فينال كذا، نغزو الرادس يبدا الجمهور وكذا، نقول صح عليهم جواريت معناتها يلعبوا موتيفاسيون وعندهم جو وتونس كامله تعرفهم كذا. اما الحمد لله يا ربي، والله الحمد لله. انا اول ما دخلت للاليانز ارينا انا دخلت للسانسيرو، عم ناوي لعب في الاوروبا ليج كونت الميلان، وكمية نحن شفنا مع ليكيب ناسيونال نقص عليك، سامحني فريقي. ونكمل. نوجه تحية هلال السوداني صاحبك فاش فين. سودا ربي يشفيه، عمل كروازي فين يا ما بدي يرجع. سودا ملاعب برشا زاد، اي صحيح، انا اللي عجبني برشا فريمون ربي ان يفرجك. بون جوير، والله ان بون جوير، صحيح. نحبو برشا انا خويا، والله نحبو برشا. دونك كمان بيك. دونك انا كنت لعبت مع اولمبيكوس في الاوروبا ليج كونت الميلان في سان سيرو، شفت اي كوميا من التيران والجو وكذا، مي كيما قلنا احنا سان سيرو بلوك كوره قديم التيران، فهمت؟ مي مع ليكيب ناسيونال شفنا الاستاد في روسيا، لعبنا في برشا استاد تبين. اما اليانز ارينا اخويا كي تشوفه من برا، تدخل فيستيريت و كي تشوف دنيا اخرى تابيه تيران تيران كيما رادس. تيران لا مقارنة، تيران والباس كيفاش تعطيها انت، كيفاش تحبها تمشي، ما لازمكش تغزل ساقك كي تعطي باس غلط، ما لازمكش تغزل التيران تقول شبيت تيران هاك، لا هاك انت غلط. ونزيدك زيادة، انا صارت لي طرفة في الاليانز ارينا قعدت بيها في الاليانز ارينا، كي مايكي كي مايكي الباير مش لادفيرسيال، كي مايكي البايرن شو يعمل؟ تاعت كله يطفى ويشعل، يطفى ويشعل، يطفى بوندون 5 6 سكوند، الجمهور يقول الاسم اللي مايكا بعد يشعل بعد يعاود يطفى. انا كي مايكا البونتو كي مايكا ولا البونتو واحد من زيلك يقول يا لطيف عاملين ماتش كبير كيما كيف في ال 75 ما كنا بونتو ولا في 70 ومش هكا البونتو كيما نقول خادمينه، فهمت؟ من لا شيء. فجأة نستطفي قلت الضوء قص باش تبطل اللعب. شنو هذا؟ بعد استاد عاود شعل يا اخي، انا قلت والله عاود تطفي هو كي يطفى استاد من داخل يشعل من برا، كي يشعل من برا وكي يشعل من داخل يطفى من برا، فهمت؟ في البونت حق وقت عملنا ماتش بي، ومن بعد مشيت كيب ناسيونال، ومن بعد مشيت سالو دي كنت تحكيت مع اللاعبيه هذوما ياسين كيما ليفاندوفسكي و خديت ماريو، خديت ماريو ليفاندوفسكي، خديت ماريو في الوتور، خديت ماريو موصي علي من الالي رانيا، حتى هما في الالي لعبوا معناتها بالتيشيرت لكحل، فهمت؟ لكحل وكذا وكي لعبنا وكذا. انا بعد الماتش وقت اللي معناتها سلمنا على بعضنا وياه، خاطر هو اللي بحذايا ديما وكذا، سلمنا على بعضنا
معناتها بون ماتش بون ماتش، ان شاء الله بون شونس في الماتشات الاخرين وكذا. قلت له نحب على مريولك الاحمر، ما نحبش على مريولك كذا. قال لي تدلل. واسمع، شفت نحن كي نفرجوا فيهم من برا وكذا، نجوم هما، مش نجوم، تحب ولا تك، أما دي جونتي ستار، وعادي. دي ستار، دي ستار، و فريمون معناتها دي جرون ستار. اما كي تحكي معاه مع عباد عاديين جدا متواضعين، يحكيو فدلكو يضحكو. كان تشوف في التونيل من بعد معناتها كي ندخل ونحن لداخل وكذا، سلم عليه وسلم عليك، وساعات تقعد تحكي مع حد ما تعرفوش، فهمت؟ وربي معاك كذا في الكومبيتيسيون وكذا، وتاخذ مريول ويعطيك مريول، ونجم حتى تقول له صح لي في المريول. انا ليفاندوفسكي اقسم بالله هذه الطرفه، راه الطرفه تقعد على وقت اللي نحيت المريول وخذيت نحى المريول واعطاني مريوله، انا خذيته ومريولي على لحمي، ما زلت انا لابس يا خو، عمل لي مريولك خويا. دونك انا مش مصدق عامل اولمبياكوس المريول، اولمبياكوس جماعه كبيره مريوليين هم. دونك العابد ما لازمش يستحقر روحه، هو في بلاصته جوير كبير وكذا، وانت في بلاصتك زاده في بلادك جوير وعامل زاد انت كارير وتعب، فهمت؟ كيف كيف صحيح. نفس الطرفه مع ايجواين، انا صاحبي يذكره بالخير حمزه حده، حتى ما نحبش الميلان، فهمت؟ نحب نابولي في ايطاليا، نحب نابولي. دونك حد يحب هيجوايين على الاخر، يحب الميلان برشا. دونك حتى كي عملنا ولعبت كنت هيجوايين في تونيل، قلت له انا نحب على مريول كذا، صاحبي يحبك برشا وكذا، كعطاني مريول كيف كيف، انا ما قلتش نعطي مريول، خذيت مريول وشنو مشي، قال اعطيني مريولك، اعطيته مريول. دونك هما تعامل هكاك، فهمت؟ تعطي يعطيك فهمتك، مريول وياخذ مريول، لازم كيما انت تعطيه. معروف ولا ماكش معروف، فهمت؟ فهمت. أما عملت اسم ياسين ولا يعرفوك نتصور غاتك ما شويه كذوكم صافا نتصور الاسم معروف، نتصور نتصور والله، ان شاء الله ربي، ان شاء الله نزيد نعمل مخين ان شاء الله. دونك قلت كلمات باير، جي الماتش اللي بالفايده توتنهام يا اسلام، صدقني وي والله والله والله، توتنهام قبل البونت قبل الغلطه اللي نعملها انا، عملتها في ال 44 و20 سكوند هكاك، مخيبة انا والميتو. عملت، انا عملت اقوى 44 دقيقه في حياتي، في كاريري، شفت كاريري الكروي، في فهمتك. كاريري الكروي انا، خاطر انا نقيم روحي راه بالبي والخال، نجيب كل واحد يوم نلعب بالخال، كيما قلت لك مثلا كنت توتنهام في الاليه، مانيش انا فهمتك. لعبت كنت توتنهام في الروتور في 44 دقيقه الاولى، عملت ميتون فريمون، تتفرج في اللاك تتفرج تكنيك دويل رولونس هاري كيني بريس ديليال يبريس لوكاس مورا يبريس سونغ يبريس كلهم يبريسي، وانا كورة في الانترفال ان دو وشي تك 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 انسلتوش، كاليتي متاع التيران غير عادية، تخليك تلعب حتى يعني في غمضة، الجمهور بحذاك، موتيفاسيون معناتها كل شيء موجود، تربح توتنهام باش تمشي شامبيونز ليغ تخليها في الاوروبا ليغ، كل شيء موجود، فهمت؟ كل شيء موجود. بعد سبحان الله معناتها على 1000 سنتراج، سنتراج سيرجيو اوريي معناتها نحيه على 1000 سنتراج، نحيه يمكن 905000 ساعه واحده، سبحان الله جيش ديجاجيها باللي صار كونسنتراسيون ولا شنو هي يا سي، والله ما نعرف. بون انا ديما بابا يقول لي، انا بابا قبل لي خاطر لي رنين يقول لي كي تجيك كوره عمرك ما انت تمشي تشوتها، حط لها سيخ معناتها كيما نقول بلغتنا الكوره، سامحني بالكلمه، صد كلها سيخك معناتها، حط لها سيخك كهو، فهمت؟ هي جاي انت حط لها سيخ، ما تمشي ليش انت؟ انا حبيت كيما نقولوا نحن نحن رابحين 2-0 كذا، قلت برا نشوتها خلي تبعد لو ماكسيموم. كيف نشوت فيها يا اخي، لقيتها نعطيك حاجه يا سيدي اقبلها مني وما تغشش. ما تحس شويه تلعب كونفيونس زايد اكثر اكثر حتى من اللازم. هذايا شي خليت كانك استسهلت اللقطه هذيك، وحتى في عمل ليكيب ناسيونال لاحظت يعني الحقيقه فما كاين كونفيونس اكثر من اللازم، ولا كيف هذا في اللقطه هذيك؟ لا في اللقطه هذيك لا، ما عنديش كونفيونس، خاطر عندي كونفيونس مش 100%، مازلت كيما نقولوا نحن نلعب كنت لا تكونيت كوين ياسر، معناتها الزرقاء فالق، فهمت؟ مانيش نلعب على راحتي اليز على الاخر وكذا، ديما نلعب في مخي مركز برشا، ديما مركز. دونك كيما قلت حبيت انا نديجاجيها بكل ما عندي، يا اخي تعديت سبحان الله، اللي ورايا اللي ما كان مش هاري كين لا تكون معايا، خاطر كون كيما ندير
المكان ديال الليالي بتلانجي هو حطها ديما حطها حطها يتبلانجا في البلاصه هذيك اهو. وهو ما صدقش كي مشى راه ضربت في السيق ودخلت من كثير معناتها مقريبه من الجول. اما حتى مع الكيناسيان قلت انت تلعب ليه والله ليه شو ديما برشا ناس معاني يقولوا ياسين يلعب ثقه زايده في النفس. ليه مش ثقه زايده كما نقولوا نحن ثقه في امكانياتك فهمت الاكل الاقل. تو انا اليوم الاسلام كما نقولوا ما شاء الله تكنيكمون قوي ما شاء الله ربي يزيد يلعب يطيش كوره صحيح. يلعب مش كوره مش مش نحكي حتى على لونس ثم لقطه نتفكرها حبيت تدريب تلمو بيك جي 4 5 مع ليكيب ناسيونال الوقت بون سلكتها وقت نتفكر. اما بون كانت لازم تفكر ولي اتاك اختي ما عرفتش تفكرها اللقطه ولا ايه صحيح. كنت ليبي كنت ليبي نتذكر كنت ليبي نسيت الماتش هذيك هذيك المشكله. المشكله كوني انا مثلا مثلا ديما حتى سيمون يكلمني وينصحني وكذا اما انا ما نلعبش الكره طويل قليل حتى اللي يعرفني وصحابي لا ما قليل نلعب كره طويله كان اللهم اخ الحل لا تخرج نظيفه هما الكايتين تاعك انت ديال لازم تخرج كره نظيفه دونك لاكسيون هذيك انا قعدت نكلكل في الكوره نغزل صحابي شكون تحرك شكون تحرك شكون تحرك شيء ما لقيتش الانترفال باش نعطي فيه نورمالمون طيش نتاع الكوره طيش لا انا ما طيش قعدت نعمل هكا ونغزل الانترفال نعمل هكا ونغزل الحاجه كي تحلت الانترفال عطيت بون في لو نيفو ما يخليكش تعمل هكا هكا الحق نتاع ربي نكونوا واضحين فهمت. اما ديك انا اللي كاليتي نتاعي حتى لونتونيوريت معناتها اللي يعنيوني كلهم يقولوا لي ما تاخذش ريسك العب لعبك ما تاخذش ريسك وانا والله ما ناخذش ريسك هذاك لعبي فهمت لعبي الكوره نظيفه في لي زانترفال. وقت شفت انا برشا لعبي في ليكيب ناسيونال على يوسف وفرجيني معناتها كيما نقولوا نحن البلو تكنيك في المنتخب تحب ولا تكره في الوسط والقدام البلو تكنيك معناتها انا يوسف بالعينين انا وياه وصلنا لدرجه انا ويوسف في الكوب دافريك في الماتش الاخراني كان شفت اللي ربحناه 1-0 علي معلول متوفيها ها؟ علي معلول ما تعطيهش باس متوفيها علي مش بالعينين انا وياه علي قال راج بالبلوتوث خاطر علي لاعبين انا وياه في السياقس بلادة بلادة لو خاطري كومنتي شفته لا علي فريمون علي انا وياه معناتها في التيران عباره اخوات فهمت ما عادش بالعينين وكذا ما عادش حتى يكلمني علي نعرف وين هو ويمشي يمشي انا وين وقت باش نعطي يعرفني دونك انا وياه حفظنا بعضنا صحيح فهمت كيف كيف انا الحديد جات فتره في الكوب دافريك انا وياه حفظنا بعضنا وسام خاطر لعبنا مع بعضنا يمكن 11 مره وتطور تصور اكثر في نفس الكيف مع بعضكم تو انا وسام فيست بالعينين كيف كيف كما قلت انت اما ديما يحط لك لاعبي فما فازات تشابي عليهم بالعربي ياسين في تركيا نحكيو كان بالعربي انا وتركي انا وياه وسام في وسط الماتشات نحكي تتشاماو عليهم بالعربي فازة ولا حاجه تصير حاجه كما هكا في وسط الماتشات بالعربي نحكي مثلا انا تبدا عندي الكوره ونغزل على اليمين ونبدا نعيط يا اسامه امشي 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 الباس ليك انت الباس ليك انت لعبت هذا مش ياما شيء وحديد يد اي صحيح هذا ايش لقصد مش عارف بالظبط اي ليه باز 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 حتى في الديفونس يعيط لي وخر وكذا بالعربي مش لا تكونات ما يفهمونيش فهمت ولا كان فماشي حاجه لازم هو يصلحها ولا انا لازم يصلحها ديما احكي معي بالعربي دونك هذاك حتى اللاعب ديما ليوسف وفرجاني خاطر هما اللي تعطيهم الكوره تزول بلوز موا يهنيوك فهمت كي تخرج انت نظيف ويوسف يعمل كونترول باهي ويدور معناتها بريس بريس فرقع حلت اللعب فهمت صح حلت اللعب حل تحب ولا تكره تحل. حكيت على ليفاندوفسكي حكينا شوي على هاري كين سيرتو لعبت له قبل مع ليكيب ناسيونال قعد يتفكر كان ما عرفش كيفاش لا 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 ما يتفكرني لعبنا لاليه يتفكرني في الوتور فهمت مش بعد على بعضهم مده شهر ولا شهر ونص هاري كين بيسون بيسون على الاخر اجريسيف مش رابيد ما مش رابيد هاك يقولوا مش رابيد معناتها عادي انسان عادي مش رابيد ما يعملش ديزابيل في البروفوندو كيما مثلا سون ما يعملش هكا البروفوندو لابيليت وكذا مي خويا كيف كيف يشم يلعب زوز تقين وبداس هاي اشتغل الاوكازيون معناتها اشتغل الاوكازيون بارابول اللي نحن كجوارات توانسه نقولوا نحن هذه اشتغل الاوكازيون ولا ثلث اوكازيون صعيب باش مايكا هو يحط لك في الفيلي هو تلقاه في الفيلي موجوده واسمع على فكره
على فكرة خاطر نحن في تونس لاتاكون لازم يقعد بونتا، ديمي لازم يقعد ديمي، ليليه لازم يقعد ليليه كده. انا لعبت كنت البايرن في الالي في الروتور، لعبت كنت الجماعة اللي لعبوا في الالي في الروتور في الريت، تياجو كوتينيو كومان في الوسط معاهم، وساعات جت كيميش لعب مرة يدلوها ومرة في الوسط، ليفاندوفسكي وجنابري وجميع القدام. صدقني ولا من بالله ابا الاربع تلانين ما فهمش بيفو واتاكو، والله العظيم يا اسلام، والله العظيم انا لعبت في الاليانز ارينا يلعب جنبي كيميش بيفو سنتينيل، راهو بيفو سنتينيل قدام ديفونس قاعد يلعب جنبي وانا في اللاك، راهم كنشوفهم كيفاش يخدموا لبعضهم الكل، والله ما يهمهمش شكون يمس الكوره اكثر، ما يهمهمش شكون يمالكي. ساعه مولر شفته، مولر انا انسان ما نحبوش الجو هذاك خاطر مثلا ما يقنعنيش، ما ما يقنعنيش يعجبنيش. ويمالكي ديما كاين البونتويت الخايبه. انا في نظري انا كيفاش لعب قدامي تبدلت، انا مخي تبدل معاه 90 درجه، بمخه كاين كان تشوف شي يخدم لاصحابه ويمشي الغادي بالعاني باش يفرغ الاسباس للكوره وكله، وليفاندوفسكي دو واسمع اونت بارونتيز اونت بيميز غي مولر هو اللي يحكم في البايرن، هو يقول لهم يمشي غادي يمشي غادي يمشي غادي وخفر ويهز ويجيب وكذا، وعبيد تخدم وكلها تدور وكلها تتحرك. نحن والدليل اللي ما شدوا الكونترا نتاعو رغم اللي ارقامه ماهيش كبيره بارابور من لاعبين اخرين في التهديف واحد. مولر قلت لك يحكم بريمو يحكم غادي يحكم هو يديريجي في اللعبه القدام صدق. ونحن ياسين شنو ينقص اللاعب في تونس باش يلعب في النيفو هذا؟ طب مثلا كنت تحكي على يوسف موهبه كبيره مساكن، فان شنو ينقصنا باش نلعبوا في مستوى النيفو هذا العادي؟ سيرتو نشوفوا تو محمد صلاح، انا حسب رايي ماهوش خير من يوسف المساكني محمد صلاح، اما شوف هما وين واحنا وين معناها. شو صلاح وصل المرحلة تو الحق نتاع ربي، مرحلة عالمية. اما كنيفو وموهبة ككاليتي يوسف راهو عنده برشا كاليتي، ما نجمش واحد في تونس يختلف. نجم واحد يقول لك مثلا في تونس مريح يعجبني، مريح ما يعجبنيش، هو حر بالطبيعة. واحد يقول لك مريح حاجة ومريح مش حاجة، وده حاجة عادية. اما الناس كل تتوافق اللي يوسف ملاعب كبير. صحيح. وعنده برشا كاليتي. اثنين صلاح وصل للعالمية تو. الستاتيك اللي عنده فريمون معناتها خلط ستونديك حاجة حاجة فوق الخيال، فهمت؟ بون شنو اللي يفرق واللي ما يفرقش؟ الخدمة سلامة راهو. الخدمة فريمون الخدمة ونمط العيش راهو سلامة. الخدمة ونمط العيش، شفت خويا هوني أني نلعب أنا في قاسم باشا. مش ان جرون كلوب، حبه من حبه وكريم من كريم. وانا خرجت من اولمبياكوس معناتها ما قالوليش هما ما عادش حاشنا بيك، لا حاشنا بيك اما اصبر هاي باش تجي شونس تاعك. وانا انت عارفني ما نحبش انا نصبر في الخدمه، نصبر في الخدمه اما ماذا بيا نلعب، مش نقعد ما نلعبش برشا باش تضرني. دونك خرجت ما قلت ما يهمنيش نمشي نلعب في لي كومبيتيسيون، ما يهمنيش جيت نلعب نخدمون خويا خدمه خويا نمط العيش تفرق، تخدم بزايد تخدم 100% في لونتيلمون، تخدم وحدك من بعد بزاف. هوني خويا في القاسم باشا معناتها الكلوب هذايا ولا في اولمبياكوس فيستيير، تدخل فيستيير تدخل من التيران بعد الخدمه تحط حوايجك في الفيستيير، تقعد حوايج اخرين حاضرين تلبسهم، صاله تبدا بجنبك 3 متر اسلام، صاله المسكولاسيون بجنبك 3 متر. ما فماش جوا في اولمبياكوس ولا في قاسم باشا ما يكملش لونتيلمون يا اسلام، ما يلبسش تونيو الاخر وما يدخلش للصال. اللي يخدم ابدو، اللي يخدم بومبيت، اللي يجري في التابي، اللي يعمل بسكليت، اللي تلقى شد حبل ويجري، اللي تلقى عامل الاستيك ويخدم. معناتها في تونس معني شكا يعني. انا كنت كاو في تونس، كنت كاو في سيق سي خير، وين كنت كاو في عالم ياخذ، كنت العب في سياسي سياسي. عملنا عمل هنا سي مونس في خميخم يذكروا بالخير الصاله نتاع المسكولاسيون، اخ ست اشهر لعبت من السيق وبعيده على البستير فريمون دانجي، مش مش على ساقيك هاي بقى انا راح للدار اقل. فهمتك الخدمه معناها. ونقول لك حاجه، انا في اولمبياكوس وكيف كيف راهو، انا نقول اولمبياكوس وقاسم باش خاطر هوني راهو في السونتر لي كونديسيون هوني توب، راه ان شاء الله يجي نهار ويجي يشوف السونتر، سونتر خيالي راهو، خيالي باتم معنى الكلمه راهو. انا شفت رغم اني ماهيش جالاتا سراي وماهيش فينرباتشي وماهيش بشكتاش، واما السونتر اللي عندنا اقوى من جالاتا سراي وفينرباتشي اولمبياكوس اقوى برشا
سونتر هناك احكي لي اسامه وسيام قالوا لي اجا شوف، ما صدقتش حق قلت هولوا في الموضوع. كي جيت شفت فريمون حاجه مش نورمال، حاجه مش نورمال. ان شاء الله النهار تجي تشوف تيرانات رمل خويا، تيرانات تنس بالون بالرمل هوني، تيرانات غازون ثلاثه ولا اربعه توب، تيرانات اتون كان فما ماتش لاتيف سي، حاجه مش نورمال. وين خويا وحتى في الاولمبيكو سان قبل كمل لونتينمون ساعات ننزل بريباراتي فيزيك ونقول لهم يمشيوا للمل، انا كي انا المل خويا يخدموا تنقيز قبل جري في تونس ما تلقاش سعيد، فهمت؟ دونك هذاك علاش لازمك في تونس مادامك صغير. انا ديما ننصح ديما خويا صغير انا عيطته محمد علي بن رمضان، وانا اول ما انا هذاك علاش وقتاش قلت لهم كوارجي كوارجي برشا طفل، وقت اللي انا مشيت مع شكري خاطري سي شكري خاطري ذكر بالخير، وقت اللي رحت للاولمبيك صحيح تنيت مع الاولمبيك انا دو سيونس، قلت لهم شكون الطفل هذا وين يلعب؟ قالوا لي في التراجي ديس، قلت لهم طفل ملاعبي برش تو تشوفوا واش يعمل ملاعبي برش وعاد وقتها ملاعب ما عادش عندنا لي كاليتي، انسان راكز ما شاء الله ربي بقى عليه ان شاء الله يكمل يحط سقي على القاعه ويكمل صحيح ان شاء الله يكمل هو طفل متربي وعاقل دونك ان شاء الله يكمل. دونك علاش نقول لهم انا نخدموا بزاف ديما ناس كل واحد بزاف لازمك تخرج كما نقول لهم الترجي، الترجي جامعه كبيره وجمهور كبير لازمك تنزل للشامبيونات وكذا، اما اخدم نمشي للاوروبا ياك تشوف حاجه اخرى. انا لعبت كوب دو موند مشيت اولمبياكوس لقيت رايحين تست ماخذيني ب 6 مليارات تويسرا لقيت رايحين تست لازمني نقلع بلاص اللي انا مش في بالي قبل لي انا اللي انا حاجه انا مش في بالي قبل لي انا مش نورمال وديفونسور ولعب كوب دو موند حتى شيء في الاوروب الناس كل سواسيه مشيت عباره عن تست بوتون ماخذيني بالفلوس وخدمت بزيت مش قلعت بلاص فهمت. دونك ماذا بيا انا الجوات الصغار اللي في تونس في البيرونس الكلوب يخدموا يعطيوا لجمعياتهم تحب ولا تك تراجي طلعت ولا الكلوب طلعت ولا الاتوال ولا سفيق يا عامين ثلاثة رجل بالأوروبا صحيح يرجع لها صحيح يرجع لها كما نقولوا نحن الفضل نتاعها ولا هو الفضل ما يرجعش يرجع لها شوية من الفضل يجيب في كلويات ولا يعمل روندمون بي بعد يخرج يخرج يمشي يشوف الأوروبا يشوف الكورة يشوف النمط ويشوف الدنيا ويشوف الريتم ويشوف تحب ولا تك الناس الكل نتمنى وكي حق تعالى اما بكل الاولاد تلوش فلوس خليجي يا سيدي تو شو سلام على انت فرونتيز ساعات فما دي كونديسيون تحطم عليك راهو سلام ما عرفش نقولك حاجه لو انا مثلا اخر نهار في اخر جمعه في اولمبيكوس وانا كما نقولوا نحكي نيغوسي مع ديك تكنيك نحب نخرج نحب نخرج نحب نخرج كل لونتينمون راني انا بعد لونتينمون نخدم 100% ولا 200% كمل لونتينمون مش نحكي مع ديك تكنيك نقول لك انا مليح قولوا انسى اللي تانيت نحب نخرج. فما خويا انا حبيت نخرج فما في البروبوسيونيل على اولمبيكوس فما الاهلي السعودي عطى 400 الف دولار بري 6 اشهر وفما جمعيه في قطر عطت 500 الف دولار فري في 6 اشهر. شنو هي الجمعيه؟ وفما الاهلي السعودي وفما السد القطري وفما قاسم باش عطت 200 الف اورو في 6 اشهر فري. اقل معناها. دونك هما كاداره وككلوب شو يقولوا لي؟ انا مش باش نعمل 6 اشهر ولا فلوس. يقولوا لي ليه خويا تحب تمشي كاهلي ولا السد؟ دونك فهمتش حبيت نوصل لك؟ بعد انت كجوير راك تتحط في كونديسيون يحسد المرء عليا فهمت؟ وكيف اقنعتهم انت مان؟ ما مشيتش انا قلت مانيش ماشي للخليج خاطر كان باش نمشي باش نطيح الخليج بصفه عامه شو تو السعوديه ما نقولوش قطر السعوديه تهرب بتونس هروب راه اي صحيح المقارنه راهو المقارنه اما تبقى الاولى كثير يا سيدي اكيد نحن نحكيو تو كتونس والسعوديه مثلا السعوديه معناتها شفت لعبوا في السعودية راهم خير من يلعبوا في تونس بألف مرة الريتم الريتم الفلوس العيشة لي كونديسيون التيران كل شيء خير اوكي اما يقعد لوروب ديما خير انا في اولمبيكوس قلت لهم ما نمشيش ومانيش ماشي ووليت معناتها نترينا 100% ونخرج ما نحكي مع حد وما نكلم حد وحتى ساعات ديك تكنيك يحكي معايا ما نحكي مع حد ونحسب روحي ما سمعت مع حد وكذا لين في اخر نهار سبحان الله والله العظيم هذه تقعد انا نحكي نهار كامل مع دي تكنيك والمحامي نتاع الكلوب
قبل اخر نهار معناتها من معناتها يوفا الميركاتو مشينا لوبيتال ولاد صغار مرضى بالكونسير وكذا وجا البريزيدون فهمت يعطي شيك فيه فلوس كذا عاونهم جا البريزيدون وانا اونتر بارونتيز البريزيدون يحبني ياسر ويحترمني ياسر كيف كيف انا نحبه ياسر ونحترمه ياسر قالي متغشش وجهي مش لك الكل فرحان سني قال لي شبيك قلت له انا نحب نمشي لتركيا قاسم باشا جماعه بري وكذا وهوني ما حبوش وقالوا لي البريزيدون ما يحبش حكيت من المكشوف انا فهمت وهاي قلت المحاميه بجنبك قالت لي ما يحبش البريزيدون تغشش هم في بالوش بالحكي تغش على الافوكا وكذا وقال له شبيك تحكي كي وكذا قال لي غدوه تمشي للجماعه اللي تحبها ومشيت مشيت من غدوه قاسم باشا واعطاهم 200000 ومشيت أنا كلمة الحمد دي لله بقولها، الخليج ماهوش هارب، وتجي وأنت جاي من أوروبا، خير من اللي حتى فلوس، خير من اللي جاي من تونس معناها، في يا آخر، سيدي في آخر يمشي أنت يا أعمل سيدي جرب، بلاكش تنجح، بلاكش تصور حتى غادي فلوس، انت وبعد كي مش تمشي هارب من الخليج. تونس انت كي تمشي من تونس للخليج عباية طلع صنديق اما كي تبدا هابط من الاوروب للخليج راك هابط معناتها أي انت ممكن نكون على جواي كبير هابط للخليج مش كيما جواي صغير طلع للخليج صحيح، فهمت صحيح. الفرق سوى اسم والا كارير والا فلوس هذا حب ولا بالطبع. تك حتى كيفك؟ غيران انا كالعام في الكوب اي دافريك كان مش يمشي للاهلي وخارج اشاعات وكذا فوق حدادي مع تحاضر قلنا له هيك غايلين تمشي للاهلي تاخو قلنا نحن 700000 يورو تاخذ 800000 وقت، يورو تاخذ وقت. تاخو يا غايلين ملاعبي وباسمك ويز دو شامبيونز ليغ وتسحق كل خير جرب اعمل جرب امشي لتركيا اشوف النيفو كذا قام مشي لتركيا العب في النيفو كذا شاف النيفو على قاد نهاية تالي يحكي معايا ولا كلامك صحيح قال تو يعرف من الخليج يمشي تو يعرف من الخليج مثلا لا قدر الله يمشي ياخذ يلقاهم مثلهم، 1.2 1.3 يلقاهم. ويعرف باسمه رغم اللي هكا مش لاعب برشا في تركيا، اما يلقاهم الفلوس اللي خذاهم في المقبل، يلقاهم. صحيح يلقاهم خير يمكن دوبل ولا اكثر يمكن 40% فهمت خويا هذي ما حبوش يفهموها الجوات في تونس بالرجولين. انا مع كامل احترامي تو صحابي جوات في تونس و صحابي على الاخر معناتها وكلهم اللي في صفاقس اخواتي هذوك اللي لعبوا في الاسبيران صحابي الكل اما ما يخدموش هذا ما نجيش نقول انا نخدم ليه اما ما يخدموش انا اللي نشوف وراهم ما يخدموش هما مش في بالهم الخدمه في لونتيرمون بركه ليه الخدمه مش لونتيرمون بركه تحب ولا تك خدمه لونتيرمون تكون وحدك صباح تترينا وحدك الليل تترينا مع جمعيتك بعد جمعيت بعد جمعيت تترينا وحدك هكا نتاع الساعه سي اوبليغاتوار فريمون راهو شفت اولمبياكوس لهوني اوبليغاتوار ندخل الصاله نقعد ساعه بعد لونتيرمون حاجه اوبليغاتوار مانيش انا نعمل في نزاليا فهمت مشيت كوب دافريك في مش الجابون، عارف نزال قعدت باب مده مع الكاب ناسيونال، الوحيد شفته يخدم وحده ياسين ايمن عبد النور. تريكاية لا الخدمة تجيب يا سلام شفت كوب دافريك الأخرة حق كوب دافريك الأخرة الكونديسيون باهية تاع مصر والدنيا هاكا في السالة معناتها نخدم انا حدادي لياس خيري ديما جيناش وهبي ساعات بعد لون تيلمو نخدم الناس كل الحق يوسف شريده نقعد نخدمو كذا هي الخدمه لو ماكسيموم قد ما تخدم صدقني وشويه يا اسلام خاطر انا صحيح. ساعات نقول نخدم 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 بعد نشوف جوير مثلا كيما ناش في لو نيفو على الاخر كيفاش قاعدين يخدموا كل عباره ما خدمت شيء عباره انا ما صحيح. خدمت شيء ياسين ابرمو على حق في ساعة باش يقص جست نعاود لانس اللايف ونعاود لكم جديد كان قصة اوكي به كان قص مازال ما قص شغل به كيف كانت علاقتك بالنجوم تاع اولمبياكوس كيما فالبوينا ولا اللاعبين العرب كيما هلال السوداني يوسف العربي ياسين بنزي؟ فالبوينا والله فالبوينا ذاك ترفع على الارض تمشي والله والله العظيم تحت كيفاه؟ برشا الجوار هو يحكي بالفرنسية معناتها فهمت دونك الاقرب ليا فهمت هما كلهم صحابي مي هو يحكي بالفرنسي الاقرب ليا معناتها باهي انسان باهي و واكسبيريونس وملاعبي ملاعبي كبير زاد ملاعبي كبير والله ملاعبي كبير وتكنيكمون قوي ياسر قليل من تتفرج